أخبار اليوم. سيادة المحافظ، حضرتك ترد على ايه على الحدث اللي لسه حاضر منذ قليل؟ بقول ان ده عمل خسيس، وبقول ان في تضحيات، ولابد ان هيبقى في تضحيات، ولكن التضحيات دي لو قارناها بما هو يعني مستهدف فده هتبقى قليلة جدا، لان المستهدف هو تدمير مصر، هو اخضاع مصر ورقوعها، هو ان يتحول ابنائها اللي عايشين حياة كريمة إلى لاجئين، وده لن نسمح به أبدا، لن نسمح به أبدا. وبالتالي تلك الأعمال لن تؤثر على عزيمتنا وعلى إصرارنا إن احنا إن شاء الله مصر دايما مصونة ومصر دايما بخير بإذن الله. حضرتك للمصريين اللي بره عشان يطمئنوا على سيناء. أنا بقول للمصريين أيا كان الأعمال اللي بتجرى، دي أعمال كلها فردية، أعمال كلها فيها خسة، لكن إن شاء الله قواتنا المسلحة والشرطة المدنية قادرة طبقا لمخططاتها إن هي إن شاء الله في القريب العاجل تنهي تلك البؤر الإرهابية بإذن الله.